توضيح لكلام الأستاذ إبراهيم، إحنا ليه محتاجين خانة الديانة؟ مش مهم في البطاقة الشخصية، المهم إن إحنا لازم يبقى عندنا إثبات رسمي للديانة. ليه؟ لأن أنا عندي حقوق هتترتب على هذه الديانة في الزواج والطلاق والميراث. هتثبت إزاي ده ديانته إيه علشان نرتب له هذه الحقوق؟ فلأن إحنا هنا ما عندناش قانون واحد بيمشي على كل المصريين في الزواج والطلاق في أمور الأحوال الشخصية. وزي ما سيادتك تعلم إن الدستور نفسه بيقول إن المسلمين لهم شريعتهم بتحكمهم في مسائل الأحوال الشخصية، وأيضا المسيحيين وأيضا اليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية يرجعوا لشريعتهم. فأنا هنا مضطر إن يبقى عندي إثبات رسمي أيا ما كان الشكل، لكن المهم يبقى فيه إثبات رسمي للديانة. اي ما انا يهمنا ان يبقى في اثبات رسمي علشان هذا الوضع. الميزه الاساسيه هو حاله النقاش، فده ده حاله النقاش وهذا التفاعل.